أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضاعت. ضيفنا اليوم أيها الأخوة هو الكاتب السعودي الأستاذ محمد المحمود، حياك الله أستاذ. الله يحييك. حياكم أستاذ محمد، أنت تكتب منذ 2003 تقريبا بشكل شبه أسبوعي، وستكون مقالاتك اليوم وأفكارك التي تطرحها هي محور نقاشنا. سأبدأ من مقال نشر لك في نهاية في ديسمبر 2006، عنوانته بتطرف ما بعد الإرهاب، استسلام أم مهادنة. كنت تشير فيه إلى انحسار عمليات الإرهاب في المملكة العربية السعودية، لكنك قلت أن انحسار الإرهاب لا يعني في النهاية انحسار التطرف. أشرت في المقال إلى أن المجتمع في المملكة العربية السعودية لديه نفور من الإرهاب وتسامح مع التطرف. كيف المجتمع ينفر من الإرهاب ويتسامح مع التطرف؟ المجتمع بطبيعته يعني الظاهرة الإجرامية، لأن الإرهاب في ظاهرة فكرية، هذه قد لا يحس الكثير إلا طبعا من المتخصصين بالنواحي الفكرية، لا يحس بخطرها. أما التمظهر أو تمظهر الجريمة التي يؤدي إليها فكر التطرف، فهذه يدركها كل أحد. تقصد يعني العنف المسلح؟ إيه، العنف المسلح. العنف المسلح أن الناس يشوفون فيه تفجير، يشوفون فيه قتل، يشوفون فهم يرفضون هذا الفكر. لكن عندما يقوم مثلا شيخ في المسجد ويتكلم ويبث أفكار، هي هذه الأفكار تؤدي إلى التطرف، فتجد هناك تسامح معه. بل ربما مثل ماذا أستاذ محمد؟ يعني وش الأفكار اللي ممكن يطرحها شيخ في المسجد وتصير في تقديرك هي تطرف لكنه مش عنف، لكن عنف مش مسلح، عنف فكري يعني. عنف فكري؟ اي، الافكار تقول انه لما يجي شيخ الناس يتسامحون معه لو كانت افكاره متطرفه. يعني مثلا مواضيع كثيره جدا، يعني مثلا احيانا قضايا سياسيه، يعني عندما مثلا اتت قوات التحالف الى العراق كمثال مثلا، وجدنا هناك في هيجان حتى في دعاء القنوت، في بعض الخطب بشكل صريح. هذه الأفكار ضد الأمريكان، ضد الأمريكان. تعتبر الهيجان ضد الأمريكان تطرف؟ نعم، تطرف إذا كان يستخدم لغة العنف، ويستخدم من لغة العنف هذه تحريض حتى على الواقع المحلي، فمعنى ذلك أنه لا بلا يعني انه عنف غير مسلح. نعم، بشكل مباشر يؤدي مباشرة. يعني الشاب الذي يسمع مثل هذا الاستنفار ومثل هذا التجيش، يعني هو سوف يبحث عن سلاح لكي يقوم بما يعتقد انه يبرئه امام الله. هل تفترض استاذ محمد العلي المحمود الكاتب السعودي انه يجب على مثلا المشايخ او ائمه المساجد انهم يسكتون عن التفاعل مع قضايا مثل قضيه العراق او مثل الغزو الامريكي للعراق حتى ما يهيجون الشباب؟ لا، هو لابد اما ان يطرحوها بعلم وبدرايه سياسيه وبقراءه لعلاقه السياسي بالعسكري، حتى بالقضايا الاقتصاديه، يعني لازم يرحبون بالامريكان. لا، ليس يرحبون بهم ترحيبا، يعني القضيه لا، ان يتفاعلوا معهم تفاعل حضاري. كيف تفاعل حضاري؟ ان ينظروا، يعني امريكا عندما تاتي مثلا الى العراق وتاتي الى اي دوله بصيغه المحتل، وهذه الدوله المسيطر عليها ليس لها اي قوه في الدفاع عن نفسها، كما حصل في العراق، كما حصل في العراق مثلا. وأيضا إشكالية العراق أنه له ماضي، يعني أنت الآن قوات التحالف لم تأتي إلى دولة ديمقراطية أو إلى دولة حتى الأمور فيها انسيابية إلى حد ما، وإنما أتت إلى دولة متهالكة من الداخل ودولة قمعية دكتاتورية، فهي لها صبغة حتى تحريرية عندما تأتي. أنت تعتقد أنه أمريكا، دخول أمريكا العراق كان تحريرا ولم يكن احتلالا؟ لا، هو التفكير بواسطة هذه الثنائيات، يعني التحرير أو احتلال، هنا مشكلة. يعني هو تحرير من جهة واحتلال من جهة أخرى. كيف يكون تحريرا دخول؟ هو لا شك تحرير من استعباد دام لأكثر من 3 عقود، يتمثل في صدام حسين، يصد في نظام صدام حسين ونظام صدام حسين. أي، هذا الاستعباد الذي امتد فترة طويلة، كل عراقي كان يأمل بأن يجد الفكاك منه، فهنا في تحرير. أيضا مجيء قوات أجنبية وحلولها في البلد وتحكمها بقراره الداخلي والخارجي، يعني بقراره السياسي، أيضا هذا نوع من الاحتلال. نوع من الاحتلال، نوع من الاحتلال، مش احتلال كامل. لا، ليس احتلال.
لكن يعني هل نقبل ليس احتلالا كاملا مقارنة يعني أنت لابد تنظر هذه الثنائية وتدخل بعضها مع بعض لأن هي نسبيات. طيب يعني أنا أقصد هل كان المفروض أنه علشان نشيل صدام هل الواقع الآن الناتج عن الاحتلال الأمريكي أفضل من الواقع اللي كان على عهد صدام؟ لا شك، ولا أريد أن أطيل فيما يتعلق أفضل؟ لا شك أفضل إذا قرأناه بصيرورة تاريخية، يعني ليس بحده الزمني اللي هي 5 سنوات الآن، إذا قرأناه بترتبيته الزمنية التي سوف تأتي يعني باستشراف المستقبل، واستشراف المستقبل هو جزء أيضا من قراءة الماضي. بس أستاذ محمد يعني الأعداد الأموات الإنسان ينتهك كل يوم 50-60 قتيل بشكل يومي، بينما حتى استبداد صدام حسين ما كان في عدد قتلى بهالشكل. ليس شوف أن يقتل الإنسان وهو حر أحسن من أن يقتل وهو مستعبد. لكنه ما كان يقتل وهو مستعبد. لا كان يقتل بنفس الأعداد اللي كان يقتل فيها. لا قريبا من الأعداد هذه. طيب أنت ضربت لي مثلا بالتطرف اللي عبرت عنه إنه كون واحد من المشايخ يجي ويحرض على 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 الجهاد في العراق أو على المقاومة أو حتى ينتقد الحضور الأمريكي في العراق فإن هذا شكل من أشكال التطرف في تقديرك. إذا عمد إلى التجيش وإلى إثارة الحماس الحماس المطلق الحماس الغير محدد سياسيا، يعني بمعنى لو كان يحدد أطر يعني أو يؤطر حماسه في إطار محدد، أي بمعنى يعطي افتراضا أو جهدا مدنيا لمواجهة مثل هذا الاحتلال. كيف يعني أبي تعطيني أنت شيء محدد يعني وشلون شلون افترض أنك أنت شيخ وتبي تقوم تبي تتعاطى مع هذه كيف تصير محدد؟ أن أشرح للناس أن هنا القوة الأمريكية وقوة التحالف عموما ليس من السهل مدافعتها. يعني اليابان عندما احتلت عام 45 كان بإمكان أن تقوم هناك ثورات أو هناك حركات مقاومة وتستمر اليابان في بحروب. بس الكمكازي في الحرب العالمية الثانية كانت نموذج لهذا الرفض. الكمكازي الضباط اللي كانوا ضباط الطيران اليابانيين نعم واجهوا إبان الحرب لكن بعد الهزيمة الساحقة أعلنوا استسلامهم واستطاعوا أن يتعانقوا مع المشروع الأمريكي ممارسة حضارية تعرف ماذا تريد، لأنك ليس من الذكاء أن تعمل مع حلفائك وتعرف ماذا تريد منهم، وإنما الذكاء الحقيقي هو أن تتعامل مع أعدائك وتحاول أن تستقطر من هؤلاء الأعداء. إيش معنى تستقطر؟ تستقطر تأخذ يعني قطرة يعني. نعم تأخذ قطرات مما تستطيع أن تأخذه من هذه العلاقة التي طبعا هي ربما تكون علاقة حضارية سلمية وربما تكون علاقة حربية. طيب أنا ما أريد أن أطيل في الموضوع العراقي لكن أود أن ننتقل مرة أخرى إلى مقالك تطرف ما بعد الإرهاب استسلام ومهادنة. قلت في إشارتك إلى النفور الطبيعي من الإرهاب أنه هزيمة الإرهاب كانت متوقعة رغم التحدي الذي كان يفرضه تغلغل أيديولوجيا الإرهاب في تيار التشدد الديني عندنا، ولولا هذا النفور الجماهيري من عمليات تفجير القتل لما أمكن تحقيق هذا النجاح الأمني المضطرد في هذا المجال. ما هي مظاهر في تقديرك التغلغل الأيديولوجي الإرهابي في في تيار التشدد الديني وعندنا، تقصد عندنا في السعودية؟ نعم. مظاهرها أي. الآن لو تقرأ ما يكتبه منظري الحركة الإرهابية أو يعني هم يسمونهم مشرعين لهم لو تقرأ ماذا أو بماذا وما هي المحددات التي يتكئون عليها لوجدنا أنها محددات موجودة عندنا متغلغلة في نسيجنا الاجتماعي. هم فقط زي ايش يعني ممكن تكلمنا عشان ما نصير نتكلم بنظريه ما تصير واضحه انا يعني مش واضحه لي واعتقد انه او اظن انه كثير من المشاهدين مش واضحه لهم. مثلا مثل مساله الولاء بالبراء كمثال مثلا هذه تطرح لا شك انها تطرح وتدرس حتى في كلياتنا الشرعيه وفي انت ضد مساله الولاء بالبراء؟ لا لست ضدها وطبعا لست ضدها من حيث مفهومها العام باعتبار ان كل عقيده تقوم على نوع من المفاصلة. نعم من المفاصلة ومن التحيز لمجموعاتها ولمفرداتها حتى العقائدية الأصلية. طيب إذن أين تحفظك على الولاء والبراء؟ لا هو في مسألة الأداء والكره والبغض هم الآن يدرس على أنه كره وبغض ويعتبرونه كره وبغض في الله. فهذه عندما تطرح
ألا تعتقد أن النصوص الشرعية تقوم على أنه يجب أن يبغض المحاربين وغير أن يبغض؟ طبيعي أنت تبغض العدو المحارب لك. طبعا البغض أيضا لا نأخذ المتتاليات، يعني البغض ليس شرطا منه أيضا أن أقاتله، بمعنى قد تكون من مصلحتي وأنا أكرهه وهو عدو لي أن لا أقاتله. لكن مسألة المفاصلة هي اعتقاد أن مفرداتك العقدية هذه مفردات صحيحة، لأن كل عقيدة تنطلق من هذا المنطلق، ومفردات الآخر ليست مفردات صحيحة. وهذا أنت ضده؟ أنه لا لا لا، هذه الفكرة الأساسية، فكرة سلمية. طيب، هذا مظهر مظاهر في تقديرك أنت من مظاهر تغلغل أيديولوجيا الإرهاب في التيار المتشدد عندنا. ما هي المظاهر الأخرى غير مثلا أدبيات الولاء والبراء؟ في عندك أدبيات الولاء والبراء، في التجيش للقتال، يعني مفهوم مثلا الجهاد، يعني مفهوم الجهاد يطرح بصفته انبعاثا فرديا ذاتيا. كيف انبعاثا فرديا ذاتيا؟ أي بمعنى أنني أنا اقتنعت بفكرة الجهاد وأريد أن أحصل على الأجر، فنتيجة لذلك أذهب وأقاتل هنا أو هناك. وهذا ليس صحيحا. وهذا ليس صحيحا. ما هو الصحيح؟ الصحيح طبعا، الصحيح لابد أن تقرأه من سياق الفترة النبوية. في الفترة المكية لم يكن هناك جهاد، لأنه لم يكن هناك راية ولم يكن هناك قتال. هل تعتقد أن مجتمعاتنا الآن تعيش الفترة المكية من جديد؟ لا لا لا، المجتمعات الآن تعيش لها جيوش نظامية، هذه الجيوش النظامية هي المنوط بها فكرة الجهاد، وهي التي تقرر أو تتخذ قرار الجهاد من عدمه، وليس الذي يتخذها أحد الناس، أحد فردي، لأن اتخاذها على نحو فردي. الذين يتبنون فكرة الجهاد كلهم يقولون أن الجيوش لم تقم بواجب الجهاد، وبالتالي لابد نحن. هذه كلهم ممكن يقول هذا الكلام، يعني حتى على فترة النبي صلى الله عليه وسلم هناك من كان يتحمس لإشهار سيفه حتى في فترة الهدنة، فكان موقف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمح لهم بذلك، لأن هذا طبعا سوف يوقع الدولة اللي كانت والدولة المدنية سوف يوقعها في مشاكل طويلة جدا، يعرفها صاحب القرار السياسي ولا يعرفها صاحب أو الفردي الذي غير معني. نعم. هذه مظهرين من مظاهر تغلغل أيديولوجيا الإرهاب في التيار المتشدد عندنا في تقديرك. ممكن تعطينا مظاهر أخرى؟ من المظاهر أيضا في الحراك الاجتماعي، في الموقف موقف التيار المتطرف من مثلا المرأة كمثال، قمع. بأي اتجاه موقف من المرأة؟ اتجاه قمعي. يعني شو المفروض؟ هل المفروض أن يصير النموذج الأوروبي؟ أي مشروع النموذج الأوروبي للتعاطي مع المرأة عشان ما يصير التعاطي؟ لا، ونموذج يتعانق مع النموذج الأوروبي، يتعانق بخلفية إسلامية مع المشروع الأوروبي الذي هو منجز إنساني، لأن المشروع الأوروبي هو بالنهاية مشروع إنساني طويل تراكم. أنا ما يمكن أن يعني أن تريد أن نتعاطى مع أن يتعاطى المجتمع المحلي مع المرأة كما يتعاطى المجتمع الغربي أو لا لا لا، بمحددات هو بذات فكرة التحرر وصيرورتها، لكن أيضا بمحددات إسلامية. كيف؟ مثلا الآن مثلا يعني تطرح أشياء كثيرة جدا، مثلا انتخاب المرأة مثلا في مجلس شورى، انتخابها كوزيرة كرئيسة الدولة. وزيرة ما في انتخابات بالوزارة. لا لا، وتتعينها كوزيرة أيضا مثلا رئيسة لدولة إلى آخره. الآن تمنع طبعا باعتبار الولاية ما يسمى بالولاية العامة، أي أنها لا تجوز لها. وأنت لا تميل إلى أن الولاية العامة لا، هذه لابد أن تقرأ، يعني حتى النصوص الشرعية فيها لابد أن تقرأ أيضا بسياق الواقع، لأن ما يمكن أن أخذ مفردة نصية وهذه المفردة النصرية تتعرض على الواقع ثم أتجاهل الواقع. و يعني يجب أن نقدم الواقع على النصوص؟ لا، يعني النص إذا تعارض معه الواقع الفعلي، تعارض نفس الواقع الحقيقة الواقعية، إذا تعارض معها لا بد أن تؤول النص. هنا تساؤل كثير، كيف يمكن أن يتعارض النص مع الواقع الفعلي؟ سأعود لك بهذا التساؤل بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارينا مع الأستاذ محمد علي المحمود الكاتب السعودي، فابقوا معنا.
حياكم الله من جديد في إضاءات أيها الإخوة والأخوات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الكاتب السعودي محمد بن علي المحمود. أستاذ محمد، كنت قبل الفاصل تتحدث عن تقاطع الواقع مع النص، قلت إذا تواقع تضادي أحيانا، إذا تقاطع بشكل متضاد، هل تعتقد أن النصوص إذا تقاطع، يعني أنا ماني فاهم شلون ممكن النص يتقاطع مع الواقع؟ يعني إذا الواقع نحتاج إحنا أن المرأة مثلا تصير رئيس الدولة، لا لا لا، لا بالتالي ما نأخذ حديث الولاية العامة مثلا، لا مثل الآن طبعا الحديث الذي يؤخذ دائما في سياق منع المرأة من الولاية العامة، أي لا يفلح قوم ولا لا، لا يفلح قوم ولا عليهم امرأة. بينما في التجربة الواقعية نظرنا إلى تجارب ناجحة، يعني من مرجع تشاتشر إلى ملكة سبأ، وطبعا تجارب كثيرة، هذه التجارب أثبتت أن المرأة نجحت أكثر من السياسي. أنا ما يمكن أأتي للنجاح الذي حققته مثلا مارغريت تشاتشر وأقارنه بنجاح مثلا صدام حسين وهو رجل. هنا الواقع يشهد أن القضية ليست قضية ذكر أم أنثى، وإنما القضية هي قضية قدرات، ورجل يحمل أو امرأة تحمل مشروع حضاري. طيب، يعني أنت إذن ترى أن النص يجب أنه يخضع للواقع؟ نعم، الواقع هو اللي يحدد تعاطينا مع النصوص. إيه لا، يجعلنا نؤول النص إذا تعرض مع حقيقة واقعية، إذا كان في تجربة ناجحة. إيه إذا في تجربة ناجحة، طيب أنا ماذا أعمل الآن؟ عندي نص يقول ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة. وعندي أيضا واقع يثبت نجاح المرأة في الولاية العامة. طيب، سأنتقل إلى قصة ثانية أريد أيضا أمر آخر، يعني تفضل. أيضا الآن مثلا مشكلة أحيانا نأخذ مفردات أحيانا من الماضي، يعني حتى مفردات نصية، وفعلا هذه في وقتها وتطبيقها وتنزيلها على الواقع ممكن تمشي، زي يعني بمعنى مثل النص هذا، يعني مثلا الآن ولوا عليهم الولاية، هنا ما صيغتها؟ يعني بمعنى في الماضي كان القرار هو للرئيس يتخذه بشكل مفرد، بشكل غير استشاري، بشكل ما تعيقه أي معوقات. الآن شكل الدولة الحديثة ليس كشكل الدولة في الماضي، يعني انظر الآن في مغايرة، يعني بمعنى أن النصوص التي في الماضي تتكلم عن الدولة وتتكلم عن الحكومة وتتكلم عن رئاسة الحكومة ليست منطبقة تماما على الدولة الحديثة، لأن الدولة الحديثة الآن آلية اتخاذ القرار فيها تختلف عن آلية اتخاذ القرار في الدولة القديمة. أيضاً المهام في مجتمع المدينة تقصد؟ لا لا، طبعا في كل المجتمعات، في كل المجتمعات، يعني النص هذا ورد في دولة فارس عندما تولت امرأة. لكن الآن هل الحكومة الآن بنظامها أو بمفهومها الحديث، وخاصة ما بعد العولمي، المفهوم ما بعد العولمي يختلف، تختلف أو تختلف آليات رئاسة الدولة، بل ومهام نفس المهام المنوطة بالرئيس تختلف عنها في الماضي. كان الرئيس في الماضي وإن كان رئيس إمبراطورية قد يقود هو بنفسه الجيوش، يباشر هو بنفسه العمليات القتالية، أيضا كان يتخذ القرار من غير شورى، من غير واضح الفرق بين النموذجين. لكني سأعود إلى ذات المقال اللي أشرت فيه لأنه التيار المتطرف مارس ثلاث عمليات تكتيكية في تعاطي مع ظاهرة الإرهاب. فالأولى وقلت أنها فشلت، اللي هي صمت مريب من قبل رموز هذا التيار المتطرف إلى درجة يكاد فيها أن يكون نوعا من التأييد الضمني، وأنه بعضهم أيد بشكل واضح. ثم لما لم تنجح هذه الاستراتيجية كما قلت في مقالك، حاولوا يطرحون فكرة الهدنة من خلال مبادرات معلنة عن هدنة، ثم بعد ذلك تهيج الجماهير ضد الحراك الثقافي التقدمي. ماذا تقصد بالحراك الثقافي التقدمي اللي بدأ رموز التيار المتطرف كما تقول بتهيج الجماهير ضده؟ هو يعني فيها في السنوات الأخيرة، يمكن في الست أو سبع سنوات الأخيرة، فيه عدة أطروحات تطرح مشاريع ثقافية. هذه المشاريع الثقافية لها إطار نظري عام، تدخل تحت إطار هذا الإطار النظري عدة مفردات تريد أن تحرك البلد
وتسارع في إصلاحه وتحرك البلد. ممكن تضرب لنا أمثلة يعني عشان ما تصير حديثنا عامة؟ لا، مشكلة أحيانا الأمثلة تربط، يعني المشكلة دائما المشاهدة والقارئ أيضا، المشكلة هي ترتبط أحيانا بالمثال وينسى يعني الفكرة. طب احنا أخذنا الفكرة الحين، عطنا مثال مثلا عشان نستطيع أن نستوعب بس يعني أنه في مشاريع تريد أن تقدم البلد وتساهم يعني في بمعنى الآن مثلا كثير من القضايا، قضايا الابتعاث، قضايا عمل المرأة، قضايا تتعلق طبعا بالمرأة لكن من نواحي أخرى، يعني من أنه أصبح التيار المتطرف. نعم. أن تقول أصبح يهيج الجماهير ضد هذا الحراك الثقافي. نعم. التيار. طب ليش أنت وصفته بالتقدم يعني في الوقت اللي تصف أفكار كثيرة بالأصولية والتطرف وتيار متشدد، وصفت هالحركات بأنها تقدمية؟ لأنها تطرح مشروع تقدمي الآن. وش المشروع التقدمي يعني؟ المشروع التقدمي هو الذي يقود الدولة المدنية يعني؟ نعم، هو الدولة المدنية، وهو الذي يعني المؤسسات المدنية لا تتحرك إلا بوعي. هذا الوعي لا يتكون إلا عبر رصيد هائل من بس من يحدد من الأفكار. من اللي يحدد الوعي؟ اللي يحدد الوعي المفكرين. المفكرون هم الذين يقومون بمهمة. يعني أنت مثلا كتاباتك عموما يعني أي إنسان لديه فكرة تقدمية هو يحاول أن يبثها في المجتمع وأن يتعامل مع هذا المجتمع على نحو. ليش ما نعتبر أنه التيار اللي أنت تسميه متشدد أو الأصوليين اللي تذكرهم أحيانا، ليش ما نعتبر أنهم يطرحون أيضا أفكار تقدمية؟ لا لا لا، أفكارهم واضحة جدا أنها كلها إعاقة للمشاريع التقدمية. يعني الآن أعطيك لأن فيها تمسك دعنا نعطي أمثلة يعني تفضل. نظر انظر مشروع التعليم بداية حتى تعليم الذكور كان مشروعا تقدميا الذي طرحه والتقدميون في ذلك الوقت، وإن كان طبعا مصطلح يعني لم يكن حاضرا بذات الصيغة، لكن وقفوا ضد هذا المشروع. لما أتى تعليم المرأة من الذي وقف؟ لاحظ يعني أنت لابد أن تلاحظ من الذي يقف أمام كل خطوة. هل تتحدث عن التيار الديني؟ ليس فقط ليس التيار الديني، لأنه نفس هذه الأشياء يعني تعليم مثلا الذكور وتعليم الإناث هذه بدأت بأناس متدينين، لكن هؤلاء المتدينون لم يكونوا على هذا النحو من التطرف ومن الإقصاء. ولو سمع للإقصائيين في ذلك الوقت ولمن يؤيد فكرة الانغلاق على الذات والخصوصية وما إلى ذلك من هذه التراكمات العبثية التي يعني لا طائل تحتها، لو سمع لهم لا أصبحنا الآن أنا أعتقد أننا أقل تكرر من طالبان. يعني تكرر دائما نموذج الطالباني أنت. نعم. على اعتبار أنه نموذج سلبي. سأسألك سؤالا آخر أستاذ محمد علي المحمود الكاتب السعودي. أنت أشرت إلى أن المواجهة الفكرية التي تتم الآن بين إن صح التعبير يعني أقطاب تيارات مختلفة في المملكة العربية السعودية، المواجهة الفكرية التي توظف لها بعض المؤسسات الدينية كما تقول عادت كما هي قبل 20 سنة لغة إقصاء واتهام بل وتكفير. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ الآن يعني من يلاحظ الآن حركة نسميها ما بعد العنف، أو الحركة التي رافقت العنف، يعني لما اقتنع المتطرفون أن استيلاءهم على مفاصل القرار السياسي في البلد قد أصبح يعني واهنا ولم يعني يحقق المشروع الذي كانوا يطمحون إليه، توجهوا إلى أنت كنت تقول أنهم كانوا يطمحون إلى أنهم يقيمون مثلا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لا لا لا، كانوا يعني يطمحون إلى عدة صور، يعني أقصاها صورة أن يحكموا جزيرة العرب بحكومة طالبان، يعني ليست نفس الطالبان وإنما بمشروع أفكار طالبان. نعم، بأفكار ومشروع طالبان. والصورة الأخرى أن يمارسوا نفس الوصاية الملالي في إيران على الحكومة، وكما يصرح أحدهم يعني أن يعرض. من هو اللي يصرح؟ يعني لا نريد أن نصرح باسمه لأنه لم يلقيها يعني علانية، وإنما في مجلس خاص. لا لا، ليس في مجلس خاص، بين مريديه. وش قال؟ يعني يقول المفترض أن القرار السياسي في المملكة بل كل القرارات تخضع للجنة شرعية تتكون من المشايخ، يمرر القرار إن أقره المشايخ اعتبر نافذا وإن لم يقره. طبعا المشايخ حتى بين قوسين هذا المشايخ المشايخ الذي هو يختارهم، الذي هو يريدهم، الذين يمثلون نفس أطروحاته. أنت عندك تحفظ على هذه الفكرة؟ طبيعي، هذه كارثية. ذي ليش؟ هذه لأنها سوف تجعل يعني الكهنوتية التي عانت منها القرون الوسطى تأتي بصورة أكثر بشاعة.
ألا يجب أن يكون الدين هو الذي يحدد يعني الدين وليس المتدين؟ الدين الدين وليس المتدين. والدين طيب من اللي يحددوه؟ أنت أستاذ عفوا محمد بأفكارك ولا يحددونه؟ لا, لا, لا ليس لأنه الدين يحدده كليات الدين الثابتة القطعية هذه معروفة للجميع وكل الجميع تبقى تفاصيل الديني تفاصيل الديني هذه أنا أعتقد أنها محل اجتهادات كثيرة جدا ولا يمكن أن أربطها برأي فلان أو فلان هذه تخضع لو نظرت إليها تلك التفاصيل التي ليست ثابتة وليست قطعية لوجدت أنها تخضع للمصلحة بمعنى أنها غالبا حتى في التراث الفقهي وفي الأصولية الفقهية تخضع لقراءة مقاصدية هي التي تحدد أن المصلحة هي اللي تحدد إيه أن دائما التفسير الديني للنص يؤطر أحيانا حتى التفصيل الديني الذي لا يعتبر ثابت من الثوابت يؤطر ويحنى حتى يتوافق مع المصلحة أو مع المقاصد. طيب هل هذا ما تقصده أنت كثيرا في تكرارك للفظة الأصولية؟ أنت عندك موقف سلبي جدا من الأصولية وكثيرا ما تردد في سياق الذم الأصولية. هل تعتبر الكليات الدينية اللي أشرت عليها عنها قبل قليل اللي يجب أن تكون هي الضابط في تحديد الفعل وعدمه أليست أيضا أصولا؟ هذه أصول لكن الفرق ما الفرق بين الأصولية وبين الإنسان المتدين الملتزم بثوابت الدين؟ الفرق هنا فرق هائل كبير جدا. الأصولي أو أنا أقصد عندما أقول الأصولية أقصد بالتحديد السلفية الحركية زين أنت عندك البعد الحركي هذه السلفية هذه نصوصية هذه مشكلتها أنها جاهلة يعني هي يعني تركيبتها تركيبة السلفية يعني السلفية الحركية أي وش السلفية الحركية السلفية الحركية هي الحركات التي تريد أن تموضع رؤيتها السلفية بمفرداتها التفصيلية على الواقع أن تقصر الواقع وتعيده إلى التاريخ حتى يتلائم هذا الواقع مع تفاصيل هي تراها أنها تفاصيل قطعية وهي ليست قطعية يعني محاولة إعادة أو بعث لمجتمع المدينة لا 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 ليتكرر مثلا لا, لا طبعا أنت لما المجتمع لا ينبعث من جديد كل مجتمع هو فريد من نوعه لا يمكن يتكرر أي مجتمع سواء مجتمع رائع جدا أو مجتمع سيء جدا لا يمكن أن يتكرر لكن هؤلاء يحاولون أن يفجروا الواقع ليحصلوا من هذا الواقع طبعا بكلمة تفجير الواقع لا أقصد لغة التفجير الإرهابية العنفية وإنما تفجير اللغة إيه يعني تفجير لغوية إيه تفجير يعني يلغون الواقع إلغاء تاما ويقصرونه مهما كانت التضحيات لكي يتلائم مع مفردات وتفاصيل نصية طيب. طبعا هذه المفردات لحظة هذه المفردات النصية أي. المشكلة أنها قرأت هكذا معزولة من سياقها ولذلك في الغالبية أنهم هم غير قارئين للمنظومة الشرعية بتواشجها مع الاجتماعي أي بمعنى أنهم لم يستطيعوا أن يقرأوا النص الديني وهو مجموعة نصوص النص الديني بمنحى تأويلي قادر على أن يلائم بين واقع المجتمع نعم لأن عندنا ثلاثة أداة عندنا نص وعندنا واقع وعندنا ذات إنسانية مفكرة طبعا لا يمكن أنا أنتج الدلالة إلا من خلال هذه الثلاثية الدلالة النصية نعم أنتج الدلالة النصية التي تخدم النص أي تؤدي مقصوده وتخدم الواقع تصلح من الواقع إلا عبر هذه الثلاثية عندما لا توجد ذات مفكرة قادرة على أن تستنطق النص بتراكمها أو بتراكم التجربة الإنسانية الثقافية لا يمكن إلا أن تؤدي لها إحنا حنختلف معناته في وجود هذه الذات المفكرة ما تعتبره أنت ذات مفكرة ممكن أنا ما أعتبره طبعا وبالتالي بيخضع لتفسيرك أنت طبيعي شو انظر يعني الآن المفكر نعم نعم وكل ما أطرحه يخضع لتفكيري لا شك يعني أنا أطرح رؤيتك إيه لرؤيتي أنا لأنه هو فكري يعني يعني أنا اختلفت معي تبي تعتبرني أنا بعد سلفي حركي أنا أو أي شخص يعني تبي تعتبره سلفي حركي لأنه لا يخضع لرؤيتك التفسيرية لا ليس بالضرورة لا الآن أو لذاتك المفكرة لا انظر يعني الذات المفكرة يعني نحن ماذا نريد يعني قبل أن يعني المشكلة الآن يعني في مثل هذا الحوار والمشكلة أننا يعني تقطع أشياء من سياقها نحن أصلا ماذا نريد يعني أزمة العالم الإسلامي ما هي
هل هي أزمته في انصراف عن في انصرافه عن دينه كما يقول الأصوليون؟ لا الآن نعم الإسلام ليست أحد أزمته في انصرافه. لا 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 الآن الإسلام لماذا يمر بأزمة؟ لأن ناقليه وحامليه هم الذين يمرون بأزمة. الإسلام هل هو الآن ضعيف؟ نعم ضعيف، لا لأنه هو ضعيف بذاته، وإنما لأن المسلمين الآن الذين هم يمثلون يعني تمظهر الفكرة الإسلامية. طيب في الواقع باختصار المجتمعات الإسلامية ما هي أزمتها؟ لأني عندي فاصل، إذا لم يكن عدم التدين هو أزمتها في التخلف. التخلف من أي ناحية؟ التخلف في كل مناحيه، التخلف الفكري الثقافي الذي قاد إلى تخلف تقني مادي. هناك تخلف حتى روحي. أرجو أن لا تعتبره تخلفا. ننتقل إلى فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع الأستاذ محمد بن علي المحمود الكاتب السعودي، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءات من جديد. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الكاتب السعودي الأستاذ محمد بن علي المحمود. أستاذ محمد، قبل الفاصل كنت تتحدث عن إشكالية المجتمعات الإسلامية وأنه أزمتها في تخلفها اقتصاديا وإنتاجيا وفكريا وليس وأخلاقيا وروحيا، وليس في انفصالها عن دينها أو قلة تدينها. ألا تعتقد أن التدين الحقيقي ممكن أنه يساهم في تعزيز الإنتاج وتطور الاقتصاد؟ نعم أنت قلتها، التدين الحقيقي. التدين الحقيقي هو التدين الذي يقرأ الدين بمفهوم مقاصده. الله عز وجل أنزل هذا الدين لأمرين، لعبادته ولإصلاح واقع البشر. ووضع نصوصا عامة، هذه صالحة لكل زمان ومكان كنصوص عامة أو كمحددات وكثوابت. لكن في الجانب أو جانب يعني ليس العبادات وإنما جانب المعاملات، وضع اللغة أو لغة النص كانت لغة مقاصدية، ولذلك دائما التعبير بالخير بثنائية الخير والشر، بالدعوة إلى الصدق، بالدعوة إلى الوفاء، بالدعوة إلى العمل، بالدعوة إلى. طيب جميل، علشان ما تستغرقنا هالنقطة، أنت أشرت في مقال في 14 ديسمبر 2006 عنوانته بالأصولية في مرحلة الانحسار. قبل قليل مقالك في أواخر ديسمبر تقول فيه أنه لا زال في تيار متشدد وأنه تكتيك وأنه مرتب ويواجه يحاول أن يتعاطى مع الإرهاب وفقا لألية معينة، ثم تقول أن الأصولية في انحسار. الأصولية بدأت تفقد وهجها الذي تنام في العقود الثلاثة الأخيرة، وبدأت منذ 5 سنوات تقريبا تدخل في مرحلة الانحسار. تراجع المد الأصول المتطرف الذي تمثله السلفيات الحركية، نفس تعبيرك اللي قبل شوي، في العالم الإسلامي جماهيريا، رافقه تنام في العنف الأصولي. طب شلون تراجعوا هنا وقبل شوي منظمين ومخططين هو لابد أن نعرف ما معنى تراجع في سياقهم. يعني بمعنى لو إنسان يمتلك شركة تكسب كل شهر مليون، فلكن بعد ذلك أصبحت لا تحقق إلا 10,000 أو 20,000، لا أصبح يعتبر انحسرت. نعم انحسرت أرباحه، لكن واقع هذه الشركة ومكوناتها لا زالت موجودة. لو أننا استمرينا أو استمرت الحركة، حركة التطرف في صعود كما كانت من قبل، لا لأكتسحتنا الآن. لا ربما أنا وأنت لم نكن في هذا المكان. أنت تشير في ذات المقال تقول أنه أصبح يطرح على ظاهرة التطرف أو المد الأصول المتطرف أسئلة من داخلها لم تكن تتوقعها في يوم من الأيام. مثل ماذا هذه الأسئلة اللي أصبحت الآن؟ أصبحت
يعني مثلا المساءلة الثقافية يعني من قبل كان مجرد شيخ صحوي مثلا بإمكانه مثلا أن يطرح أطروحة سياسية لها تشعباتها ويجلس في منبره وتحضر عنده الألوف ويبدأ يطلق الكلام يمينا وشمالا وتفسيرات ليس فقط تفسيراته الشخصية وإنما يعني أحيانا توهماته الشخصية. طبعا ما تعتبر ذات مفكر هذا؟ نعم لا ليس ذات مفكرة لأنه لا يمتلك يعني هم أكثرهم جهلاء. المشايخ؟ لا ليس المشايخ أقصد التيار المتطرف مشايخ التيار المتطرف كلهم جهلاء. كيف جهلاء؟ يعني بمعنى أنهم لا يعرفون شيئا عن واقعهم هم يمتلكون ذاكرة هم غارقون في ذاكرتهم يعني الواحد منهم هو قد اكتنز موروثات مجموعات نصية المعلومة والموروثات النصية لا تكون فكرا وإنما تكون مجموعة معلومات ولذلك عندما تستقطر من كتاب مجموعة معلومات هذه ليست هي الكتاب هم مشكلتهم هنا أنهم لا يخضعون هذه المفردات التي حفظوها لسياقها الزماني. ما تعتقد أن هذا الكلام خطير وممكن يوقعك في إشكاليات كثيرة؟ لماذا؟ يعني لأنك تواجه قاعد تقول كلمات قوية وقاسية. أنا أحدد مشائخ التطرف وهم الذين يخرجون علينا كل يوم ببيانات موقعة من 80 ومن 100 ومن 120 كلهم تعتبر مشايخ التطرف؟ نعم مشايخ التطرف هؤلاء. طيب أنت سئلت في لقاء نشر في 31/8/2006 عن أطروحاتك التي اعتبرها محاورك جريئة ومثيرة للجدل وهل سببت لك هذه الأطروحات مضايقات على وجه أو آخر؟ طبيعي يعني أي واحد ممكن يطرح مثل هذه الأفكار أو بهذه الطريقة ربما أيضا طريقة وش؟ بمعنى طريقة يعني صريح لا 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 ما تعتقد أنك حاد في نقل لا 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 طبعا أنت عندما تصف أحيانا عندما يكون الواقع سيء جدا وتصفه يعني أحيانا عندما تلتقط صورة للواقع وتكون هذه الصورة بشعة هي من بشاعة الواقع وليست من بشاعة الصورة مش موقف حاد بس الواقع نعم الواقع نقل الواقع يعني نقل الواقع الواقع سيء جدا ولذلك عندما تنقله من الطبيعي خاصة لمن هو مستفيد من الواقع لأن أيديولوجيا التطرف لا تعتقد أنها فقط مجرد أفكار يبعثرها أو مجرد قناعات يلقيها هذا أو ذاك وإنما هي حقيقة تمتد على شكل أحيانا تنظيمي أو شبه تنظيمي وتحقق مكتسباتها المادية والمعنوية فعندما أنت تأتي وتفككها أو عندما تأتي وتحاول أن تضع شيئا من الضوء عليها لا بد أن يغضب عليك هؤلاء هذا طيب. شيء طبيعي أن تشير في إثارة في إشارة إلى موقفك تقول لما يعني هل تدفع لما سألك المحاور هل تدفع ثمن باهظ لمواجهتك هذا التيار قلت أنت أول شيء شنيت عنيف على التيار السلفي بالمملكة السلفي تقصد السلفي الحركي نعم وهذا تعبير أنا أعتقد أنه خاص فيك ما أسمعه كثيرا يعني أنك تفرق بين السلفية التقليدية والسلفية الحركية مثلا لا 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 هي السلفية السلفية لها تمظهرات يعني أبرزها وأشدها يعني هناك سلفية قابعة يعني في حوزاتها الخاصة لا تخرج منها فهذه لا أحيانا لا خطر منها لكن المشكلة هي في السلفية عندما تدخل في إطار حركي لا شك أنها تحاول هي يعني ممكن الواحد يكون سلفي حركي لو كان إخواني في تقديرك لا لو ليس شرطا أن يكون إخواني أو غير إخواني هو أحيانا عندما يمتلك مفردة سلفية ويقتنع بها وتكون هذه المفردة حادة ويجد الواقع لا يطابق هذه الفكرة يحاول أن يقصر يعني المشكلة هي ليس في يعني ليس لا المشكلة ليست في الخيار لا المشكلة أنت أنت بتتكلم عن السلفية بتقسيماتها إنه لا في المشكلة في إخوان في سرية في سلف في مو هذا اللي تقصده لا لا المشكلة ليست في الخيارات الفردية يعني لا بد أن ننطلق من أمر هام المشكلة ليست دائما في يعني في الخيارات الفردية كل إنسان له خياراته الفردية هذا من يريد أن يكون سلفيا تقليديا إلى آخر درجة من حقه ذلك المشكلة ليست من هنا المشكلة تبدأ من الخطوة الثانية عندما يريد هذا أن يدخل جميع أفراد المجتمع ويمارس عليهم وصاية ليجعلهم كلهم تحت مظلته وتحت وصايته يعني من حقك أنت يعني طبعا كمثال من حقك أن ترى أن هذه المفردة هي قناعتك الدينية وتطبقها على نفسك لكن ليس من حقك أن تفرضها علي
طيب أنت تقول أنه واحد من مظاهر هذا الثمن الباهظ اللي تدفعه هو التضحية بالعلائق الاجتماعية قريبها وبعيدها. يعني هل في أحدنا قاربك نتيجة لأطروحاتك مثلا ابتعد عنك؟ من الطبيعي يعني أنت الآن عندما تكون في امتداد عائلي وامتداد اجتماعي وامتداد مناطقي و يفارقك الكثير من أقربائك بسبب أطروحاتك. ليس فقط أقرباء وإنما أقرباء ومناطقين وأصدقاء وزملاء إلى آخره. يعني هل تعتقد يعني أنه هذا الطرح اللي أنت تطرحه طرح نادر لدرجة أنه المجتمع لا ليس طبعا ليس كلهم رافضون. يعني أنت الآن تعطي صورة أن الجميع أنت تعطي صورة أن الجميع جاوب يا أخي قل شريحة أيضا كبيرة أريد أن أقول الأكبر شريحة كبيرة ترى أن هذا الطرح هو من يعني وهو وغيره طبعا من الطرح المماثل هو سبيل النجاة. طيب تشير أيضا في مقال الأصولية في سبيل النجاة. إيه في سبيل النجاة. النجاة من إيش؟ النجاة من واقعنا. الواقع اللي تعتقد أنه سيء. الواقع سيء لا شك، بل أسوأ من السيء. وهو اللي هو تغلغل الأصولية. لا الآن يعني. يعني الآن هيمنة الرؤى التقليدية علينا في المجتمع هيمنة غير مرئية. كيف؟ هذه الآن شلت مفاصل المجتمع. المجتمع لا يتحرك بسبب هذه الأفكار وهذا التزمت الاجتماعي الموجود عندنا. هو تزمت طبعا اجتماعي ما معجون مع تزمت ديني. هذا يعطي الشرعية لهذا وهذا يجعل يعني أو يسحبها على الواقع الاجتماعي عن طريق تقاليد وأعراف. طيب تقول أنت يكتفي الكثير من نجا بنفسه من براثن هذا الخطاب الأصولي بهذه النجاة الفردية الخاصة ولا يقيم للأسف أدنى اهتمام بالضحايا التي يلتهم هذا الخطاب المتطرف ويستدرجها كل يوم مروج هذا الأفيون الخطير. ما تعتبر نفسك أنت من الناجين من الخطاب الأصولي خصوصا أنك تشير أنه بس أكمل سؤالي إذا سمحت، خصوصا أنك أشرت في مقابلة أنه يعني أصابتك رياح الصحوة. أصابتني رياح الصح ولكن ليست يعني لم تستولي علي بس شو ولم تقتلعني من جذوري. فأنا جد وش جذورك؟ جذوري الليبرالية. تعتبر نفسك ليبرالي؟ جدا، وهو أفق أسعى إليه. يعني أنا أعتبر نفسي كصفة أو صفة تشريف، لكن هل أنا أحوزها أم لا؟ الليبرالية أي الليبرالية صفة تشريف، لكن هل أحوزها أم لا؟ أي ليش تعتقد أنه انطباع الانطباع الموجود في المجتمع الليبرالية سلبي؟ الجهل فقط. جهل الناس. جهل الناس بماذا تعني الليبرالية؟ يعني وأنت أدركت ما تعني الليبرالية، ما هي وش تعريفك الليبرالية؟ شوف الليبرالية هي مجموعة من الأفكار التي تتمحور حول مفردة الحرية. فالحرية كقيمة لهذا الإنسان هنا من هنا تبدأ الليبرالية. طبعا هنا التجارب الليبرالية تخضع لعدة تمظهرات من هذا الجذر وعدة تجارب. فلدينا تجارب ليبرالية تأخذ أو تعطي بعض مفردات الحرية مطلقاتها أي تمنحها ومطلقاتها وهنا تصبح وشلون تبي تقيد مطلقات الحرية أنت؟ بالشريعة. بالشريعة بكليات الشريعة. بكليات الشريعة نعم. وفقا لفهم من؟ وفقا لفهم عموم الناس. كل الناس كل شوية تقول أنهم جهال. لا انظر كل يفهمها. يعني المشكلة أيضا في الكثير من المفردات الشرعية نحن لا نميز بين مفردتين شرعية. مفردة ذات بعد قانوني عام لا بد أن يفرض على المجتمع كالحدود مثلا، وبعد خاص ذاتي. يعني بمعنى في أوامر واجبة ومتفق على وجوبها لكن تنفيذها وعدم تنفيذها متروك للإنسان. طيب. ما تأتي أي سلطة وتمارس عليه عنف لكي ينفذ هذا. طيب في مقالك ثقافة الانغلاق ثقافة الموت المنشور في 12/6/2003 أشرت إلى ثقافة الانغلاق وإلى النموذج الذي تطمح إليه وقلت أن إذا كانت الثقافة التي نطمح إليها وهي بكل صراحة الثقافة الغربية صانعة الحضارة المعاصرة ذات منطق إلى آخره، ما تعتقد أنك تدعو إلى تغريب المجتمع بأطروحاتك واعتبارك دعوتك صراحة للليبرالية وتعتبرها فخر لك وشرف تتمنى أن تصله، ثم ترى أن الثقافة الغربية هي النموذج اللي تسعى إليه؟ الآن الثقافة الحية الحقيقية يعني بمنظومة وكانت متنوعة هي الثقافة
الغربية، هذا بلا شك، وهي التي حقيقة أنتجت هذه الحضارة. الحضارة الغربية من أيام اليونان وتجاوزا وقفزا على القرون الوسطى إلى يومنا هذا هي الثقافة الحية القادرة حقيقة على بعث روح الحياة حتى في الثقافات المتخلفة أو الثقافات التي تكاد أن تنهار داخليا، زي ثقافتنا العربية مثلا. نعم. تعتقد أن الثقافة الإسلامية ثقافة؟ لا ليست الثقافة، الثقافة العربية بمحدداتها العربية. هي. انظر الدين، احنا مشكلتنا دائما الثقافة الإسلامية، هل تعتبرها ثقافة متخلفة؟ كلمة ثقافة إسلامية ما معنى ثقافة إسلامية؟ بس في ثقافة عربية، في ثقافة عربية والثقافة مكتوبة. الإسلامية لا، الثقافة الإسلامية الإسلام دين له محددات واضحة جدا، مو بثقافة وأركان. لا، لكن كثقافة لا، ما في ثقافة إسلامية، ما في شيء اسمه ثقافة إسلامية، في ثقافة عربية يعني، في ثقافة يعني عربية مثلا، في ثقافة فارسية، المسلم فارسي. نعم. ولا مسلم باكستاني. نعم. مسلم باكستاني ما يشكل ثقافة، نسيج ثقافي أنتم اليوم مثلا. لا هو فقط نلتقي على الإسلام، بس ما تشكلوا نسيج ثقافي. طبعا انظر يعني فيها المقاصد العامة التي أنا أسميها المقاصد الأخلاقية. لا شك أنه يلتفون حولها الإنسانية، لا يلتفون حولها المسلمون جميعا. طيب هذه ما تعتبرها ثقافة؟ لا ليست ثقافة، هذه يعني أطر أخلاقية محددة واضحة، لأن مشكلة يعني في الأطر الأخلاقية. يعني مثلا انظر مفهوم الخير، يعني لم يناقش في الإطار الإسلامي مناقشة فلسفية كما نوقش في الغرب، بس نوقش في الإطار العربي. لا نعم، نوقش إلى حد ما وتأثرا بالثقافة الغربية نوقش، لكن مشكلة لم يناقش بإيحاء إسلامي، أي بإيحاء الفكرة الإسلامية، لأن الإسلامية حددت ما هو الخير وما هو الشر. أستاذ محمد علي المحمود، شكرا لك على هذا اللقاء. حياك الله. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا ترك الدخيل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل يعني